إذاعة صوت الوطن العربي، صوت الثورة الشعبية، ثورة الهم، مع جماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. يا جماهير أمتنا العربية العظيمة، اليوم وكل يوم نلتقي عبر الكلمة الحرة والصوت القوي والإيمان العميق. إن أمتنا العربية العظيمة التي حملت لواء ومشعل الرسالة وقهرت التتار وهزمت الصليبيين وأرست جذور حضارة عالم اليوم، هذه الأمة العظيمة عبر مسيرتها التاريخية لم تعرف اليأس، لم تعرف القنوط، ولم تستكن للمذلة والعدوان. يا جماهير أمتنا العربية المجاهدة، هاتوا أيديكم وافتحوا قلوبكم. إن عهد العمالة والتفوق والرئاسات وعباد الكراسي إلى زوال، ونار الثورة ستحرق سفينة الرجعية. وها هو عصر جديد قد طلع في الأفق يبشر بالخير والتقدم. إن عصر الجماهير قد طلعت شمسه وأطل نوره، وها هي جماهير شعبنا ترى النور من جديد وتزحف في صفوف متراصفة قوية تبشر بالحرية وتبني الاشتراكية وتناضل من أجل الوحدة. يا جماهير أمتنا العربية، في الثورة الشعبية الطريق وفي المؤتمرات الشعبية في قيادة الشعب وفي اللجان الشعبية، الحكم الحقيقي بالجماهير. فلتتقدمي يا زحوف أمتنا في القوات المسلحة العربية وفي شباب أمتنا وقواها العاملة وفلاحيها، فأنت صاحبة الأرض وصاحبة الحق. إنه عصر جديد يلوح في الأفق، إنه عصر الجماهير صاحبة الثروة والسلطة والسلاح. فعار يا جماهير أمتنا أن تبقى فلسطين سليبة، عار يا جماهير أمتنا أن يبقى الخليج مهددا، عار أن يعود الاستعمار إلى المنطقة بعد أن كانت حراما عليه. هيا يا جماهير العروبة إلى مزيد من التلاحم نحو تحقيق الوحدة العربية. إننا معكم على طريق الثورة الشعبية، ومن أرض الفاتح يناديكم ونقول لكم هيا على الجهاد. Thank you.
صوت الوطن العربي، صوت الثورة الشعبية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم لدى افتتاح برنامجنا ليوم الجمعة 18 من ذي الحجة سنة 1390 من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من أكتوبر سنة 1981 من ميلاد المسيح عليه السلام. أيها الإخوة، إرسالنا يستمر من الآن وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم غد السبت إن شاء الله. خير ما نستهل به برامج اليوم كعادتنا في كل يوم، القرآن الكريم.